السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. باخر فيديو دليل تجميعه ال 900 دولار شفت بعض الناس خاب ظنهم لانه التركيز كان على الشكل والاداء ومش بالضروره على القيمه. اسف اذا خيبت ظنكم، بس في كذا تجميعه هاي اند بالفتره القادمه على القناه. بس اليوم رجعنا لكم بدليل تجميعه الفئه الاقتصاديه اللي تقدم افضل قيمه او اعلى فريمات باقل سعر ممكن. الريماستر لتجميعه ال 450 دولار المحبوبه عندكم بسعر 550 دولار. ريماستر لانه كل شيء فيها افضل وب 100 دولار زياده فقط. كرت الشاشه اقوى، دبل مساحه الرامات لتشغيل كل الالعاب براحه تامه وخاصه وورزون، لانه وورزون ما شاء الله بتبلع رامات مثل ما انا بشرب القهوه. دبل مساحه التخزين وبصرف طاقه كلي اقل. قبل ما نبدا المقطع لا تنسوا اللايك، بفيد القناه كتير. ونبدا بالقطع اللي اخترتها بدايه بالمعالج. قلت هالشي من قبل بقوله مره تانية، حاليا الوقت ممتاز لشراء معالجات بي سي لانه السوق مليان بكل الخيارات لكل الاشخاص وكل الاحتياجات. والجميل في الموضوع انه حتى معالجات الفئة الاقتصادية تأتي قوية وكافية لمعظم الأمور، إن كان ألعاب، صناعة محتوى أو أيا كان شغلك على البي سي. كل هالشي بفضل قوة المنافسة ما بين إنتل وإي إم دي. ناطحوا وعطونا افضل ما عندكم. كل المعالجات بتجي بعدد انويه ومسارات جيد مع سعرات عاليه ومعماريه ثابته ومستقره وبدون اي مشاكل من ناحيه التوافق. المعالج اللي اخترته هو الاي 3 10100 كواد كور مع هايبر ثريدنج، يوصل لسرعه 4.1 جيجا هرتز على كل الانويه وبسعر 120 دولار فققط. في الاساس هذا معالج اي 7 7700 بس بثلث السعر. تحيه المنافسه. بس توضيح، في خيار افضل من المعالج وبنفس السعر اللي هو الرايزن 3 3300 اكس، ولكن للاسف غير متواجد بالاسواق، واذا وجد بيكون سعره مبالغ فيه. اذا قدرت تلاقي الرايزن 3 3300 اكس بنفس سعر الاي 3، خذ الرايزن 3 لانه بيقدم اداء شوي افضل من الاي 3. عملت فيديو كامل عن الاي 3 10100 وتكلمت عنه بالتفصيل، الفيديو فوق بالكارز اللي حابب يعرف اكثر. بالنسبه للبورد، هالمعالج جدا اقتصادي في صرف الطاقه وممكن تحطه على اي بورد سوكت ال جي اي 1200، لذلك رحت مع البوردات الارخص اللي هن ال H410. الموديل اللي اخترته هي الايسوس H410-K برايم او برايم داش كي، مهم في برايم في الموضوع. بورد عادية جدا ما فيها غير المزايا والكونكترات الأساسية، بس ما فيها مأخذ M.2. يعني ليش يا ايسوس؟ صرنا ب 2020 والM.2 صار مأخذ أساسي وستاندرد، لازم يكون موجود على كل البوردات حتى البوردات الاقتصادية. بصراحة أنا لما شريت هالبورد ما طلعت وما تفقدت إنه فيها M.2 ولا لا، قلت أكيد راح يكون فيها فما طلعت، بس اشتريتها طلعت على السعر، لقيت سعرها مناسب اشتريتها، ولما وصلت أوبس ما في M.2. هو بصراحة ما رح نستخدم M.2 SSD لأنه التجميعة اقتصادية، ولكن المأخذ لازم يكون موجود للتطوير في المستقبل. سعر البورد 80 دولار، البورد جيدة ما فيها أي مشاكل، ولكن بنفس السعر ممكن تأخذ بوردات أحسن فيهم مأخذ M.2. شوف واحدة من هالبوردات رح تخدمك أحسن، إما الأزروك H410M-HDV/M.2 أو الجيجا بايت H410M-S2H أو MSI H410M-A Pro. اي وحده من هالبوردات راح تكون احسن وحتى يمكن اسعارهم ارخص. بالنسبه للرامات 16 جيجا هي الحل الامثل لتشغيل كل الالعاب براحه تامه، وبما ان المعالج اللي اخترناه انتل مقفول يعني ما بيقبل كسر السرعه، ما في داعي ناخذ رامات بسرعات عاليه لانه المعالج ما بيدعم اكثر من 2666 ميجا هرتز. اخترت الكورسير فينجز 16 جيجا 8x8 بسرعه 3000 ميجا هرتز CL16. هالرامات من افضل الرامات في الفئه الاقتصاديه وحتى اسعارهم نفس اسعار باقي السرعات، يعني ما كان في اي فرق بالسعر ما بين ال 2666 وال 3000 ميجا هرتز، فاخترت ال 3000 ميجا هرتز. اذا كانت ميزانيتك محدوده شوي ممكن تروح مع حبه وحده 8 جيجا وتطور مستقبلا، بس حط في بالك انه في بعض الالعاب الحديثه بتعمل شويه مشاكل او دروبات على 8 جيجا رامات، وورزون على سبيل المثال. بس اذا وورزون ما هي من اولوياتك، ال 8 جيجا رح تكون كافيه لبقيه الالعاب، وحط في بالك انك لازم تطور ل 16 جيجا عاجلا ام اجلا، لانه اغلب الالعاب الحديثه صارت تستخدم اكثر من 8 جيجا، يعني ما بتستخدم 16 بالكامل بس بتستخدم اكثر من 8 بالراحه. نجي لكرت الشاشه، اهم قطعه في اي تجميعه العاب. صار لي سنتين بنصح بكروت الار اكس 570 وال 580 للفئة الاقتصادية، وما زالوا كروت ممتازة في الفئة الاقتصادية وخاصة إذا ممكن تلاقيهم بأسعار رخيصة، ولكن في الفترة الأخيرة بدأوا يختفوا من الأسواق وأسعارهم ترتفع. لذلك أفضل كرت في الفئة الاقتصادية في الوقت الحالي هو الجي تي إكس 1650 سوبر
مع 4 جيجا في رام GDDR6. هالكرت عن جد ممتاز، أداؤه أفضل من 570 و580 وبنفس سعر 580، صرف طاقة أقل، حرارة أقل، ضجيج أقل، معمارية أحدث ودرايفرات أو تعريفات مستقرة أكثر. وأهم شيء بدعم إنفيديا إنفينك إنكودر الجديد اللي بيساعدك على تسجيل مقاطع جيم بلاي على شادو بلاي مثلا، أو حتى تعمل ستريم بشكل مقبول. وبما أن المعالج عندنا 4 أنوية 8 مسارات، ممكن تعمل بث لألعاب الإي سبورت، بس لا تتوقع تعمل عليه بث هارد كور وبفريمات مفتوحة وأعلى الفريمات. في بعض التضحيات وفي بعض المحددات أو الليميتيشنز. النسخة اللي اخترتها هي الـ GTX 1650 سوبر ايسوس فينيكس، كارت صغير بمروحة واحدة وتبريد بسيط، بيطلب مأخذ 6 بن واحد فقط. ومن ناحية المأخذ الخلفية عندك واحد HDMI، واحد Display Port، واحد DVI. سعره حوالي 165 ل 170 دولار، وأعتقد أنه بيقدم قيمة خرافية مقابل السعر. وصلنا للتخزين. موضوع التخزين ما بده أي تعقيد، خذ SSD 120 جيجا ساتا عادية ب 20 دولار للنظام والبرامج، وهارد 1 تيرابايت للألعاب. SSD اخترت الساندسك 120 جيجا ب 21 دولار، والهارد اخترت الويسترن ديجيتال بلو 1 تيرابايت ب 40 دولار. صار لي اكثر من 10 سنين بستخدم هاردات البلو. الهاردات جدا ممتازات بالنسبه للسعر وموثوقات من ناحيه طول العمر والاستقرار. وصلنا للباور سبلاي، القطعه اللي دائما بحذركم منها ودائما بقولكم انتبهوا من باورات الابو كلب. هالمره استرخصت شوي ويمكن اخذت باور ابو كلب. هو مش ابو كلب ابو كلب بالمعنى، يعني تقريبا نص ابو كلب او ابو جرو نوعا ما. اوكي، هالتجميعة جدا اقتصادية في صرف الطاقة، و 400 واط باور سبلاي رح يكون كافي بالراحة. الباور اللي اخترته هو الايروكول VX Plus 400. ايروكول ما هي افضل شركة في تصنيع الباورات، ولكن مش كتير سيئة، او ما هي ابو كلب يعني، تقريبا ابو جرو، ابو جرو صغير تقريبا هيك شي يعني. اذا تجميعتك نوعا ما اقتصادية في صرف الطاقة، هيك باور رح يكون تمام، يعني ما رح يفقع في وجهك. بس اذا عندك تجميعة هاي اند، بنصحك تروح لشي افضل. او اذا بتحب تحصن جهازك من ناحية التطوير للمستقبل، بنصحك تاخد باور 500 او 500 واط من الماركات المعروفة او الموثوقة. الباور سعره 29 دولار، رح يكون اوكي مع هالقطع. اخيرا وليس اخرا، الكيس. تعرفوا الدرس وحافظينه بصم. لما تتعامل مع تجميعة اقتصادية، الكيس لازم تفكر فيه اخر شيء او ما تعيره كتير اهتمام، لانه القطع صغيرة وصرف الطاقة فيها منخفض وما بتولد حرارة كتير، واي كيس رخيص رح يشتغل معك تمام. فان فاكت، الكيسات الرخيصة اللي ما فيها زجاج واللي فيها فتحات من الجنب عادة تأتي بتبريد ممتاز، او عادة يكون فيها التبريد ممتاز، لانه عندك دخول هواء مباشر لكرت الشاشة والمعالج. فبس حط مروحة من الخلف وامورك تمام من ناحية التبريد، او تبريد، او تبريد الكيس تمام، ما في اي مشاكل. الكيس اللي اخترته سعره 22 دولار، كيس عادي جدا ما في شيء ابدا، بس ازرار تشغيل وقطعة تنك بس كفي. اذا ما غلبك سعره، جيب كرتونة خضرة من عند ابو عبدو الفكهاني، كمان بتشتغل معك تمام، ما في اي مشاكل، شغله بدون كيس بيشتغل. بس جيب هيك كرتونة قطعة سحارة خضرة بتشتغل معك، ما في اي مشاكل. خلصنا من القطع. هالمرة ما رح اعمل دليل تركيب، ولا رح اعمل دليل تثبيت نظام، ولا اي شيء. اذا حابب تتعلم، شوف دليل تجميعات السابقة، فيهم كل شيء من الالف للياء من ناحية تركيب، تثبيت النظام، تعريف، كل شيء فيهم دليل تجميعات السابقة، شوفهم موجودات فوق بالكارت. بس التجميعات القادمة رح يكون فيهم دليل تركيب، تثبيت نظام، تعريف، لانه ممكن يكون فيهم اشياء مختلفة من ناحية القطع او اشياء جديدة. بدون طول كلام، خلينا نباشر بالبنش مارك.
اوكي مثل ما شفتوا الاداء ممتاز في معظم الالعاب، اغلب الالعاب الحديثه او المتطلبه لازم تخفض الاعدادات لها او اقل بشوي لحتى تحصل على فريمات جيده، بس معظم الالعاب القديمه او العاب الاي سبورت بيشتغلوا بفريمات ممتازه حتى على الترا سيتنجز او اعلى الاعدادات. بعرف اني راح اشوف بعض الاسئله، طيب ايمن اعمل تجميعه ب $500، طيب ايمن اعمل تجميعه ب $600، ما في داعي. لو ميزانيتك $500 مثلا، استرخص بالرامات، جيب حبه رام واحده خفضت السعر 20 أو 30 دولار، أو جيب هارد بدل 1 تيرا جيب 500 جيجا، بكفيك مبدئيا، خفضت السعر لل $500. أو إذا معك $600 ألغي 1650 سوبر وجيب 1660 سوبر، رح تحصل على أداء أفضل في الألعاب بهالبساطة، ما بدها تعقيد كتير، الأمر بسيط. وبعرف أني راح أشوف أسئلة تانية، طيب أيمن أشتري تجميع اقتصادية حاليا ولا أستنى الكروت الاقتصادية الجديدة؟ الموضوع يرجع لك، بس خليني أوضح نقطتين. أولا لسه في فترة طويلة شوي لصدور كروت اقتصادية جديدة، يمكن 7 أو 8 أشهر، ممكن تشوفهم قبل بس لسه في وقت طويل. وتاني نقطة انه القطع الاقتصادية ما بتخسر او ما فيها مخاطرة كبيرة مثل قطع الهاي اند، يعني الكرت اللي بتاخده ب $150 بعد فترة لو صدر كرت احدث منه بنفس السعر كرتك ما راح يصير ب $50، ما هو مثل 2080 Ti لما يصدر كرت احدث منه يصير بربع السعر. الكروت الاقتصادية او قطع الاقتصادية بشكل عام ما بتخسر قيمتها بسرعة، لانه انت اصلا اخذها بسعر رخيص وقيم. ممكن لو صبرت فترة كم شهر تاخد كرت بنفس السعر اقوى ب 20 أو 25%، بس لسه في وقت طويل. وبكل الاحوال لو صدر كروت اقتصادية جديدة ممكن تبيع كرتك بخسارة بسيطة وتطور بهالبساطة. هذا رأيي الشخصي، ولو ما كان عندي بي سي وبدي تجميع اقتصادية بجمع حاليا. وتوضيح أخير، كل هالقطعة في هالفيديو هي من جيبي الشخصي، ما هي إعلان ولا سبونسرشيب. أنا مستحيل أعمل دليل تجميعة أو فيديو أسميه تجميعة أو مراجعة ويكون هو إعلان، مستحيل أعمل هيك شيء. يعني رجاء، أنا شفت التعليقات بالفيديو الماضي، إيه الفيديو إعلان من الشركة الفلان، ما هو إعلان يا أخي، الشركة بس أرسلت لي قطع قالت لي أعمل تجميعة، ما هو إعلان، ما في شيء مدفوع. المصداقية أول وأهم شيء عندي. بس يا جماعة هذا كان كل شيء في فيديو اليوم، أتمنى يكون عجبكم. إذا عجبكم المقطع لا تنسوا اللايك، بيفيد القناة كتير. إذا حابين تشوفوا تجميعة تانية بسعر أغلى شوفوا الفيديو هون تحت، أو شوفوا فيديو فوق إيش راح يقترح لكم يوتيوب، ما بعرف. كان معكم أخوكم أيمن محمد، شكرا للمتابعة، السلام عليكم. أرى أبو جاني اليوم ما بعرف نومي غلط.